بس هي ترمها لما تنقبض تروح تنزلها كامله من هنا نازل هنا نازل في الرايت فنتكل. لما الرايت فنتكل طبعا شوف اللذيذ بقى ايه؟ ان هنا في محبس فالف بس الفالف معمول ان يخلي الدم ينزل من هنا لهنا ما يرجعش تاني. يعني اول ما الاستاذ ده بتاع الرايت فنتكل ينقبض المحبس اللي دخله الدم يروح قافل عشان الدم ما يرجعش. فاهمين؟ ده بنسميه في الانجنيرنج ايه؟ نون ريتيرن فالف. فالف يسمح بالفلو في اتجاه واحد. نزل الدم هنا في الفنتركل ده، الفنتركل ده انقبض، روح مطلع الدم ووديه للرئتين. روح الرئتين، انت عارف الفكره ايه؟ الدم جاب اكسجين. ان الدم شيال حمال اكسجين. بيحصل فيه تبادل ماس ترانسفير والدم يرجع لي هنا اوكسجينيتد بلاد. يرجع على فين؟ على الاستاذ ده الليفت كاتريك. لما ينقبض يروح منزل الدم كله على الليفت فنتركل. الليفت فنتركل لو تلاحظ هو والرايت فنتركل بس ده اكتر جداره سميك. الضربة بتاعته باي ذا واي يو نيفر فيل ات، والفرصة دي عمرها ما هتجيلكم بس جت لي أنا، إن الواحد يحط إيد صباعه على قلب بيانجو، يعني قلب مفتوح سواء بتاع كلب ولا بتاع بني آدم، وعشان تحس بالنبضة الواحد يحط صباعه ويلزقه فيه فيحس بيه وهو ينقبض وينبسط. ده برضه شاب الشباب يعني. المهم لما ينقبض ده يروح طالع الدم للجسم كله. ترومبا لما بتكلم بقى انجينير ده بريل ترومبا مجبرتها بقى من ساعه ما اتولد لغايه ما البني ادم يموت ترومبا شغال 24 ساعه في 24 ساعه ما بتاكلش اجازات مفيش داي اوف صح؟ وبقى عندي الفخام اللي هي فم بتشتغل لو حد عاش 90 سنه شغاله نان ستوب. الفيلير مينز ان الدم ما يروحش المخ اتس اونلي 4 سكندز ويحصل فيه irreversible damage. دامج لا علاج له. فاهمين؟ كان معناها العمليه مش هزار. ان المخ هو الاورجن اللي في جسمنا بتدلع. بتدلع عارفين بتدلع بالبلدي بتبجدد. عارفين بتبجدد جاي من كلمه بجداد. كان زمان لما واحده ست بتدلع يقولوا انها بتبجددها. لأن في الثقافة من أيام الدولة العباسية يا بخت اللي عايش في بغداد. فاهمين؟ فبتبجدد. فالبرين وأنت قاعد كده بتبجدد. بياخد حصته من الدم حتى لو الدنيا ولعت. يعني لو حد حصل له ضربته عربية في الشارع وبدأ يحصل له نزيف من رجليه. كان يجيبك. في حاجه اسمها الاوتو ريجيليشن نظام التحكم التلقائي ياخد الدم يدي لمين؟ مين؟ انا خايف على مين؟ انا خايف على البرين. انا خايف وقت ما واحد ضربته عربيه وحصل له هيمرج ومرمي في الشارع انا خايف على الرجلين فتخف على البطن. ده وقته ان انا اقول انا هبعت دم قد ايه للمعده ولا يهمك يا جسم ركز. الواحد مغمى عليه بس الجسم عنده القدره يدي اولويات. مين اللي انا خايف عليه؟ البرين. فالواحد قاعد ينزف والبرين واخد حقه من الدم. بقيه الاعضاء ممكن يجرى لها اللي يجرى لها لكن البرين محتاج جلوكوز نصيبه يروح. البرين طبعا حاجه
اللي انتوا بتقوحوا فيها البرين شغال كيميكال، يعني انت بتفهم من خلال كيميكال رياكشنز جايه في دماغك الوقت لو في حاجه جوه لو افترضنا. لكن الحاجه اللطيفه ان ما فيهوش حاجه ميكانيكال، صح؟ مفيش حاجه، مفيش في المخ حاجه بتتحرك، كل الفهم بتاعك واستيعابك والذاكره كله شغال بكيميكال رياكشن، صح؟ فثيوريتيكالي مش المفروض يقع، لان لو انت جبت حاولت تحرك عضلات ايديك ولا رجليك ولا تعمل التمرين ده، ده انت بتحرك ميكانيكال، فالميكانيكال سواء كان عضل ولا تنجن ولا ده بعد شويه بيحصل له بديل. لكن المفروض نظريا ان البرين يقدر يشتغل بكفاءه عاليه جدا جدا، وانك انت لو قعدت تسمعني ساعه ونص المفروض لغايه انتهاء الساعه ونص تبقى مركز وفاهم، لانه ما نستعبطش انت بتشتغل، ده البرين شغال كيميكال يا ابني، فاهم؟ لكن طبعا انت بعد نص ساعه انا خلاص تعبت وزادت وهتحر وحقوني وحاجات كده، كل ده نص، لان البرين شغال كامل. طيب عايز اقول لكم بقى الجمال في ايه؟ اتفرج على الهارت ده، فرقه مزيكا، بمعنى ايه؟ ان الاثنين دول ينبسطوا، تلاقي اللي تحت بينقبض، اللي فوق ينقبض، اللي تحت بينبسط، اللي في مايسترو، بيشغل السيستم. المايسترو ده حته نور اسمها الاس اي نور، نقطه حته المايسترو بتاع البار هو اللي قاعد يدي سيجنال، يدي سيجنال يروح دول منقبضين في نفس اللحظه، دول بينقبضوا تلاقي الاثنين دول بينبسطوا، اول ما دول ينقبضوا دول ينبسطوا. ريلي ميوزيك، ده كلمه اللي هتتعلمها كلمه سينكرونايزيشن. سينكرونايز يعني حاجه متظبطه تمشي مع حاجه، زي فرقه المزيكا، ان لازم تعمل سينكرونايزيشن والا هتسمع اصوات نشاز. فالسينكرونايزيشن in its perfect state هو الطريقه اللي تلاحظ بيها الوقت. انا عشان ظروف الوقت بس احاول اجري، فاقول لك ان شوف الجمال ده، الاورطه القطر بتاعه من 19 مللي ل 4.5 سنتي، 45 مللي. 45 مللي ده 2.5 مللي. انا بقول لك ان مصدومه المايه 2.5 بوصه. يتفرع من الارتر الاورطه شرايين اسمها ارترز. القطر بتاعها مكتوب قدامك، فجاي يتفرع منها حاجه اسمها ارتريولز. يتفرع منها كابيلاريز. عدد الكابيلاريز بالبلايين، بليونز. يعني جسمك لما نوصل لمستوى الكابيلاري يو هاف بليونز اوف كابيلاريز اللي هي بتغذي الخلايا. فاهمين يا ولاد؟ السيستم عباره عن اورطه، يعني لو تخيلتها كده اورطه تتفرع لاثنين، كل واحد من الاثنين يتفرع على الاثنين، كل واحد من الاثنين يتفرع على الاثنين، لما تمشي للجيل ال 17 تلاقي عندك بليونز اوف كابيلز. ده المنظر بشكل ثاني، ده ازاي بيتوزع الدم على كل اورجن، فتلاقي ان حصه الكدني شايفين 20% من الدم اللي طالع من البار. يعني عشان كده بقول ايه؟ لما بقول 5 لتر معناها الاثنين كبد بروح لهم
كل كلمة. فمنظر البار من برا اللي بقول لك الواحد يحس بيه لو حط صباعه عليه ويشوف نبضاته كمان بتاعت قوة. لما بيحصل فيه حد عنده مشكلة في البار، أشهر مشاكل البار إن يحصل له عنده كورونري الكبني، لأن البار أنا قلت لكم الكبني ركز معايا، الكبني قلت لكم إن هو أوفر ديزاين صح؟ زي مدرب هيقعد فيه 100 تلبيس وأنا صممت يستقبل 500 فهو أوفر ديزاين. البار It is the only organ in the body that's under it. Big statement, baby. Statement of hope. Lee. Who are the bomb? Actually, can satisfy the job. Kaprom. They can push it at the blood supply taprom. كل أورجان له بلاد سبلاي اللي معيشه، يعني عينيك وصل لها ارتري يوصل لها الدم وطلع منها فين؟ ودان مخ ايفريثينج. وعبقرية الخلق ان في ريدندنس. يعني ايه ريدندنس يا ولاد؟ يعني الدم اللي رايح ودانك مش رايح من سكه واحده، رايح من كذا سكه، عشان لو سكه اتقطعت برضه الدم ينزل ودانك. عينيك الدماغ رايح لها بلاد سبلاي من قدام ومن ورا، حاجه اسمها الجاجلر فيز ومن ورا، عشان لو اتقطع الجاجلر البني ادم ما يموتش. فاهمين؟ ايه ده؟ صباع طفره ايفريثينج دي ديزاين اسمها ريدمشن. تخيل بقى لو كان كنا مخلوقين بان مثلا ايدك وصل لها الدم من شريان واحد، طب خلاص حصل حادثه للقطر كده اتشال نفع. كل حته فينا رايح لها الدم من مصدرين وثلاثه. الهارت فيه مشكله، الهارت زي ما شايفين كده البلاط رايح له عشان يشتغل من شبكه اسمها الكورونري، شبكه اللي هي بتكسر الهارت. تسمع كتير عن حد عمل باي باس، عمل كروناري باي باس، او راح سلكوا له تكتشفوا عنده سبع شرايين مسدودين بسبب انهاك ياكل دهون وملاوي، فحصل فيه ديبوزيشن داخل الارتريز فالقدره بتاعها قل، فبيحصل له المشاكل. فبيروح دلوقتي حاليا يدخل اداه يسلك الارتريس اللي بتكسر الهارت، لكن ممكن جدا ان التسليك ما ينفعش، فلازم يعمل العمليه اللي سير مجدي يعقوب هو البايست بتاعه. يعمل ايه؟ يعمل كوروناري باي باس، يعني ياخد تفريع من الاورطه يغذي بيها الهارت. فاهمين يا ولاد؟ الهارت خلاص الدم ما عادش رايح له خلاص الدرجه الثالثه. ف الجراحين العظام زي مجدي يعقوب قادرين ان يعمل عمليه ينقذ المريض عن طريق ان يعمل له شنط دي، شايفينها؟ ده واخد الدم من حته مليانه دم ويغذي بيها شبكه الكورونري عشان المريض يعيش. عشان يعمل العمليه دي لازم نخطر العيان ونوقف الهار نوقفه واللمس ونشغله لمده ست ساعات، احيانا العمليه تاخد 10 ساعات، ان المريض عايش على مكنه بديله للهار ومكنه بديله للنار لغايه ما مجد يعقوب يقفل، نرجع تاني نشغله على رئته الحقيقيه وقلبه الحقيقي. فهمت الفكره؟ يعني معناها جراحين القلب عشان يشتغل عمليات القلب المفتوح لازم اخطر العيان واعمل اخد دم العيان براح بتروقه تقوم مكان القلب وحاطط اكسجينيتور. هنا يجي بقى الحته اللي انا كنت شغال فيها
بتاع الاكسجينيشن كيميكال انجينير ان اكسد الدم بره وارجعه تاني للبيت. عشان كده اخترت ده المكان باخد الدم من الهار واديه على الترومبا واديه اكسجينيتر. فضلت منظرها في الاخر المكنه الموضوع ده. الرسمه دي احسن من الرسمه الاولانيه. الرسمه دي هي الرسمه اللي بتوري ازاي بتشتغل الهارد ببساطه. خلاص تخيلت يعني انا لما اتعلمت هندسه طبيه لما بعد ما رجعت زمان قوي يعني فاشتغلت تقدر تقول يعني عشان من غير ما انكسر والمستمر يعني كنت بدخل اوضه العمليات بعد القلب في البابه واتعقم زي الممرضات والدكاتره وادخل معاهم عشان اياميها كنت شاطر في ان انا شكل المكنه دي مره ثانيه في ايام شبابي يعني المكنه دي فكنت بشتغل زي تكنيشن للمكنه دي اللي هي المكنه دي ايه؟ هي ارتفيشال ارتفيشال ماشين اللي بنرسمها بالطريقه بتاعتنا ازاي؟ اهي. فكان المكنه دي في ايام الشباب ان لازم الكهرباء شغال ومعاه طقم دايما اللي شغال على ترابيزه العمليات جراح ومساعد ونيرس ومساعده وطبيب تخدير وست بني ادمين مخلوطين بالعيان وانا بقى قاعد مسؤول ورا كده في اوضه في الورا بس حياتي الحدوته كلها في ايدي انا لان لو حصل اي مصيبه خلاص كل حاجه راحت. فاهمين؟ ده المكنه اللي انا ايامها كنت شاطر قوي كنت بعرف انا شغالها طبعا الوقت حاليا ولا اعرف اشغل انا فيلا يعني. فهنا فده كان الفكره ان انا باخد الدم من حته معينه في الهار وادخله في دايره بره لغايه ما اوصل للبامب. البامب دي اللي انا بقول لك عليها مين بامبس كان لازم فيها ستاند باي. فانا معناها واخد الدم بره الجسم وادي البامب يطلع من البامب على اكسجينيتر. البامب هي بديل للهار. الاكسجينيتر لا ده بامب ارتفيشال عشان كده بقول لك ارتفيشال هارت لانج ماشين. هذا الهار وده اللانج. اللانج ده ارتفيشال والهارت ارتفيشال. اخد الدم بعد كده بعمل له مجموعه اختبارات اطمن برضه ان درجه حرارته هي المطلوبه ما فيهوش هواء عشان كده في هيت تشينجر في محطين الدرايفر اللي هم عايزينها طبعا دي شغلانه الدكاتره كان شغلانتي ويرجع تاني مكانه ويقعد احيانا العمليه مفتوحه هل انت الراحه الشاطر والعمليه ماشيه كويس ممكن تاخد ست ساعات لكن انت تخيل لو حصل كومبليكيشن انت قاعد ورا المكنه ل 10 ساعات متخيلين الواحد قاعد ورا المكنه قلتين عشان اي غلطه ما فيهاش غلط. فهنا الارض يكون الصوره اتنقلت طبعا هتلاقي نفس الحكايه في الامتحانات السابقه بقول لك انت ذاكر الفلو شارت ده وحولهولي من فلو شارت كده للتيبل فورمات. التيبل فورمات ليه؟ لان دي اللغه الهندسيه اللي انا بفهم ان وريني فاكرينها طبعا الانبوتس والبروسيسز والاوتبوتس وتوريني حاجات كلها بشكل صناديق متزايد. طيب ارجو ان من كده تكون جت الصوره ان عندنا مكنه اسمها ارتفيشال هارت لانج ماشين فيها ديفرنت بارتس منها البامب ده قاعده تتفعص في الخرطوم عشان تمشي الدم وانواع مختلفه من البامبس ويجي ده الاكسجينيت. نفس الفكره انا عندي ممبرين ناحيه الدم والناحيه الثانيه الاكسجين. الاكسجين بيعدي عبر الممبرين لو تخيلوا زي السلوفات يروح يعمل اكسجينيشن للبلاد. البلاد يدخل لو اوكسجين يطلع من الناحيه الثانيه هاي اوكسجين كونسنتريشن. نفس الحكايه ده بقى بيستخدم مره واحده ويتفهم.
بنفتحه في اوضه العمليات وبنركبه في مكانه وان يشتغل لغايه ما يخلص بننظفه وبنرميه. كل ده حاجات كيو بي وبعد ايه والتعقيم والليميتيشن والصوره الشهيره لل طبعا الاجيال الجديده للمكن. الكلام ده كنت بعمله وشغال عليه سنه 78 78 يعني معناها فات لازم المكان الجديد ما يكونش له وحده مخصوصه يعني بالظبط زي ما كان واحد كان شغال على المكان التلفزيون في الثلاجه لكن لازم الاجيال الحديثه في المكان تمام كده خلصنا المحاضره بتاع البايو ميديكال انجينيرنج. قالوا يكون ان انتم مش بس استفدتوا ولكن ان يكون المعارض بغرطه؟ ها؟ بجد بغرطه ولا لا؟ بس الفاسد ايه؟